طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأكد صالح في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة على وفاء البرلمان بالتزاماته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال الموافقة على إصدار قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان. للمزيد من المتابعة عن هذا الموضوع عن هذه الدعوة ورسالة معي من بنغازي الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية فرج زيدان. أستاذ فرج مرحبا بك معنا، برأيك في إطار هذه الرسالة وبالنظر أيضا للتجارب السابقة في ليبيا لأكثر من عقد، هل ليبيا بحاجة لحكومة ثالثة، حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كما جاء في دعوة عقيلة صالح؟ أمسية طيبة لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. طبعا الواقع العيني يؤكد بأن لابد من إجراء إيجاد حكومة موحدة لسببين. السبب الأول لأن الانقسام السياسي يشكل تحدي كبير جدا أمام إجراء العملية الانتخابية، خاصة بأن المسألة تتعلق بمسألة التأمين، وهذه مسألة التأمين تتطلب وزارات أمنية عندما نتحدث عن وزارة الداخلية على سبيل المثال وما إلى غير ذلك. فمسألة الانقسام السياسي يشكل تحدي كبير أمام إجراء العملية الانتخابية، هذه مسألة. المسألة الأخرى أن إيجاد حكومة جديدة موحدة مهم جدا لنزاهة العملية الانتخابية. الآن الأطراف المتنافسة تتعامل مع عبد الحميد الدبيبة باعتباره مترشح منافس للمترشحين، ومن ثم لا يمكن القبول بمسألة أن عبد الحميد الدبيبة الذي يريد الاستمرار في مسألة الترشح الآن يستخدم أموال الدولة ويستخدم إمكانياتها ومواردها للدعاية لنفسه الآن. ولكن ما هو الضامن أنه من يأتي في الحكومة الموحدة المقبلة للإشراف على الانتخابات ألا ينقلب ويفعل ما قام به الدبيبة اللي كانت مهمته الأساسية تأمين الانتخابات؟ صحيح، الآن لا يوجد في نهاية الأمر ضمانات مطلقة في هذه المسألة. يعني نحن الآن نتكلم أمام دولة تعاني من اهتزاز شديد، تعاني من مسألة صراع الآن، لكن نحن نقول بأن لربما في نهاية الأمر أن نمضي قدما إلى الأمام أفضل من أن نبقى نراوح في مكاننا الآن. ومن ثم إذا ما وجدت ضمانات يوقع عليها مثلا رئيس الوزراء القادم بعدم الترشح ووزرائه، وتكون هذه الضمانات الآن مدعومة بشكل أممي، مدعومة من أطراف دولية، إذا ما أضفنا إلى نقطة أنه ثمة أجواء الآن في غرب البلاد وفي شرقها، وهناك أجواء تقارب كبيرة جدا سواء على المستويات السياسية أو حتى على المستويات الأمنية، وما زادها هو ما حدث من كارثة في درنة، ولعل قناة سكاي نيوز قدمت الكثير من التقارير فيما يتعلق بحالة الوحدة ما بين الليبيين. أضف إلى ذلك التقارب الإقليمي الآن عندما نتحدث عن القاهرة وتركيا على سبيل المثال، وانفتاح تركيا على الأطراف في شرق البلاد، القيادة العامة للجيش والبرلمان، كل هذه الأجواء الإيجابية لم تكن موجودة في السابق، ويخشى ويقلق منها عبد الحميد الدبيبة. لكن في جميع الأحوال أن عبد الحميد الدبيبة مترشح للانتخابات، ولا يمكن القبول بأنه سيشرف على هذه العملية وبأنه يستخدم موارد الدولة للدعاية لنفسه. أضف إلى فكرة أن الانقسام يشكل في حد ذاته عقبة وتحدي كبير أمام إجراء العملية الانتخابية. عن هذه الأجواء الإيجابية وعن هذه التقارب وحالة الوحدة، لفت أنه المجلس الأعلى للدولة كان لديه جلسة بالأمس تفادى التعليق على إصدار مجلس النواب قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، هل في ذلك أي إشارات معينة؟ إذا ما استخدمنا القاعدة المعروفة معروفة في الفقه القانوني التي تقضي بأنه لا ينسب لساكت قول، والسكوت علامة الرضا كما يقولون، خاصة لما نتكلم عن مسائل خطيرة وحساسة فيما يتعلق بشروط الترشح. أنا في اعتقادي بأنها لا يمكن أن تمضي على مجلس الدولة إذا كان مجلس الدولة يرفض. أضف إلى ذلك الآن القاعدة وفقا للاتفاق السياسي أن العبرة بتصويت لجنة 6+6، المسألة لا تطرح على قبة المجلس النواب وعلى قبة مجلس الدولة، ويكون دور مجلس النواب فقط في إصدار
القوانين كما تم اعتمادها من لجنة الستة زائد ستة. بما أن لجنة الستة زائد ستة متوافقة على هذه المسألة فالمسألة تعتبر منتهية، لكن التحديات فيما بعد. نعم. طيب، فيما يتعلق هذه التحديات، ألا يشكل مسألة الحكومة الموحدة تحدي بحد ذاته، أم أن هناك ربما أسماء مطروحة وتصورات مطروحة مسبقا؟ يعني الآن لا، إلى الآن لا يوجد يعني مسألة أسماء محددة، هناك تكهنات، هذه التكهنات يعني لا تؤدي بنا، باعتبار أن نحن يعني نحترم كل مشاهدي قناة سكاي نيوز عربية الآن، أن نتكلم وأن نقدم أسماء في ظل تكهنات، لكن نحن يجب أن نقول بأن ثمة تحدي كبير جدا. ما الآن هناك أطراف ميليشياوية، بعض منها لازال متشدد ومتحالف مع عبد الحميد دبيب، وعبد الحميد دبيب يرفض عملية تغييره وسيقاوم من أجل البقاء، لسيما الآن بعد انتقاص كبير من شعبيته في ظل ما يعني القضية الفائتة بين وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي، و تقارير ديوان المحاسبة التي تؤكد عن فساد كبير جدا يعني بالنسبة لعبد الحميد دبيبة، قضية سدي درنة وتقاعس حكومته، وهذه ما تكلم عنها يعني النائب العام وتكلمت عنها تقارير ديوان المحاسبة. بالإضافة إلى ذلك أن الإسلام السياسي المتحالف مع عبد الحميد دبيبة، سواء جناح الإخوان المسلمين أو المجموعات المتطرفة القريبة من القاعدة الموالية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، هي ترفض مسألة إجراء الانتخابات، ترفض بالإضافة إلى ذلك حكومة جديدة بديلة لحكومة عبد الحميد دبيبة. أضف إلى ذلك بأن هناك أطراف أخرى، عندما نتحدث عن الولايات المتحدة وبريطانيا، الولايات المتحدة وبريطانيا الآن تخشى من مسألة فتح باب الترشح بما يشمل سيف الإسلام، والقوانين فيما خاصة فيما يتعلق بقانون انتخاب الرئيس الآن هو يفتح الباب للجميع بما فيهم سيف الإسلام، ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية ولا معها بريطانيا ليستا متحمستان، وندرك كيف لعبتا دورا في مسألة إلغاء إجراء الانتخابات عندما أعادت محكمة سبها في الجنوب الليبي سيف الإسلام للترشح. والمبعوث الأمريكي أكثر من مرة قالها عن حديثه عن مسألة قلق وخشية الولايات المتحدة من ترشح سيف الإسلام. فإذا ما أضفنا الدور الأمريكي مع الدور البريطاني غيرا المتحمسين للعملية الانتخابية التي تؤدي إلى ترشح سيف الإسلام الآن مع حظوظ كبيرة يعني لا بأس بها بالنسبة له، كل هذه الأمور تشكل تحديات كبيرة سواء على المستوى الخارجي أو حتى على المستوى الداخلي في البلاد. نعم. شكرا جزيلا لك فرج زيدان، الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من بنغازي.